ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل كبده ببيضه. يا ريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا زر اللايك وتفعيل الجرس وسبسكرايب. تتبيله الكبده سهله خالص. الاول المقادير عندنا نص كيلو كبده وتوم، شطه، بصل بودر، ملح، كمون، بابريكا، وليمونه، ومعلقه خل. وده التتبيله اللي احنا هنتبل بيها في الاخر خالص اللي احنا نحطه عليها. والكفر بتاع الكبده هيبقى غده ودقيق ونشا. الخلطه دي مع بعض هتخليها فاتحه معانا مش غامقه، لما نيجي نقليها ان شاء الله نحمرها، واحنا بنحمرها هتبقى فاتحه ان شاء الله عشان حاطين عليها الثلاث حاجات دول. اولا هنبتدي هنتبل الكبده، هنحط طبعا عليها كل الحاجات اللي عندنا، الليمون، الخل، وكل البهارات اللي عندنا. هنقلبها بقى. هتاخد في التتبيله نص ساعه وبعدين هنيجي بقى عشان نحط الكفر عليه. ورجعنا بقى بعد ما الكبده اتبلت معانا نص ساعه، هنحط بقى الكفر عليها. الكفر احنا قلنا غده ونشا ودقيق، هنقلبهم بقى مع بعض. لو حطينا غطا بس هتبقى غامقة، يعني حتة الكبدة بعد كده واحنا بعد ما نقليها هتبقى غامقة، فاحنا بنحط عليها النشا والدقيق عشان كده، عشان تبقى فاتحة معانا. ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم جدا وبالتتبيله دي، بس اهم حاجه نسيبها في التتبيله نص ساعه. هنكملهم كلهم بقى وبعدين نرجع نشوفهم في الاخر. وده شكلها بعد ما قليناها بقى كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش سبسكرايب وتفعيل الجرس وتضغطوا لايك. يا رب تعجبكم.